بعد تصدير نصف مليون رأس من الأغنام إلى السوق السعودية، برزت تساؤلات حول أثر ذلك على أسعار اللحوم في السوق المحلية وسبل وقاية المواشي من أي أمراض وفيروسات. للحديث حول هذا الملف نرحب بمديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخرشة. دكتورة ابتهال، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. دكتورة ابتهال، يعني حتى هذه اللحظة هل وصلنا إلى المعدل السنوي المعتاد لتصدير الأغنام؟ يعني احنا المعدل السنوي المعتاد للتصدير كان يتراوح من 450 ألف رأس من الخراف ل 550 ألف من الخراف. السنة ولله الحمد لغاية اليوم وصلنا إلى 505 ألف رأس من الخراف البلدي، فبالتالي احنا حققنا التارجت السنوي ونطمح إلى أنه إن شاء الله نزيد عدد الصادرات. يعني دكتورة ابتهال، سيستمر التصدير بعد أن نصل إلى المعدل السنوي؟ يعني مش ضايل كثير حتى نوصل له. الحمد لله، إحنا ليس هناك ما يعيق يعني الهاي ولا يعني التصدير، ولكن بتعرف إحنا الآن قاربنا أو شارفنا على موسم الولادات. نعم. فبالتالي أوزان الخراف الموجودة حاليا في عند المزارعين هي مش الوزن المطابق لغايات التصدير، فيعني احنا ان شاء الله رح يستمر، ولكن رح تقل يعني صادراتنا، رح تقل صادراتنا الشهريه عما سبق. طيب تمام. دكتورة ابتهال، هل تؤخذ احتياجات السوق والاسعار بعين الاعتبار؟ اكيد، انت بالرجوع لقديش احنا في عنا ثروه حيوانيه في المملكه. احنا عندنا تقريبا من الاغنام 3 ملايين و400 الف راس من الاغنام، هذول مواليدهم يتجاوزوا المليونين ونص، بيكون اكثر من نصهم يعني اكثر من مليون راس من الخراف يكون ذكور، نصفها تقريبا او 60% منها بيذهب للمملكة العربية السعودية والخليج للتصدير. نعم. والباقي يستهلك في السوق المحلي، إضافة إلى أنه وزارة الزراعة بتعمل توازن ما بين وارداتها، هي إيش يعني بتستورد من الخراف من رومانيا، وبالتالي فهو موجود ولا يؤثر على السعر، بالعكس هو أثر إيجابا على سعر الخراف للمربي لما باعه لغايات التصدير. نعم، يعني دكتور ابتهال، لا تغير أو ارتفاع على أسعار اللحوم في السوق المحلية على المواطن بسبب التصدير واستمرار عمليات التصدير. طيب يعني لما توقفت المملكة العربية السعودية عن الاستيراد من الأردن كان لديها أسباب، اليوم إحنا شو الإجراءات الوقائية اللي بنعملها للوقاية من مختلف الأمراض اللي ممكن تصيب الخراف؟ يعني احنا بنحب نركز على مزارعينا بعد يعني بقرب موسم الولادات، واللي هو ان شاء الله راح يكون يعني شارف موسم الولادات، انهم يكونوا عازلين الاناث اللي بتكون حوامل، وبالذات في الشهرين الاخيرات من الحمل، لانه هذول بدهم رعايه خاصه و من ناحية التغذية، فبالتالي هم لازم يزيدوا العليقة العلفية تبعتها، كونه المولود بيزداد حجمه تقريبا 75% في هذا الوقت، وبنزيد لهم مصدر الطاقة مثل الدبس والملاس، وبعد الولادة بنأكد على انه المواليد نعطيهم اللي هو حليب اللبا، ونعزلهم بحظائر ونجهز الحظائر. لكن انا اللي بدي أكد عليه اليوم انه ضروره تلقي المطاعيم للامهات الحوامل حتى المناعه تنتقل للمواليد للامراض المعديه واللي بتاثر على بتاثر على المواليد وبتاثر على الامهات نفسهم. ومعظم هذه المطاعيم متواجده في اقسام الثروه الحيوانيه التابعه لمديريات الزراعه المنتشره في المملكه، يمكن والباقي إن لم يكن متوفر سيتوفر، لأنه قارب يعني استلام عطاءات مثلا زي مطعوم الحمى القلاعية، ولكن هذه المطاعيم هي متواجدة في السوق المحلي، وبسبب تسجيل أكثر من شركة
لهذه المطاعيم أسعارها أصبحت مناسبة، فيستطيع المزارع أنه نعم. اللي قاربت أغنامه على الولادة أنه يشتري هذه المطاعيم إن لم تكن متواجدة في أقسام الثروة الحيوانية لحين ما تتوفر في أقسام الثروة الحيوانية في مديريات الزراعة المنتشرة في المملكة. نعم، يعني بشوية رقابة دكتورة ابتهال حتى يكون دائما متوفر هاي اللقاحات المهمة في موسم الولادات الجديد. يعني كلنا ثقة بالمزارع الأردني وخبراته المتراكمة في هذا المجال، نتمنى الاهتمام الأكبر من كل مربي الماشية للمحافظة على سمعة المنتج المحلي. بدي أشكر وجودك معنا مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.